انا من الاحسن تنصح السيدات ما يتبعوش الموضه حرفيا، ولكن يشوفوا كل امراه تتبع تشوف تلبس الحاجه اللي غتواتيها واللي غتجي مع سا مورفولوجي. 2018 كاين في القفتين كنقدروا نلقاو المبره ديال الحرير اللي هي درجه كتلبس في لي سيزون كيما البرد كيما في الربيع والصيف. كاين اوسي كريب دو سوا كنزيدوا عليها بيان سور سوا الزواق المعلم تيبقى انديمودابل ومعمرو ما تيقدم سوا سينو الطرز الرباطي حتى هو تيجي في البسات ملي تيكون لو تيسو اوني تنقدروا ندخلوا فيه اللمسه ديال الطرز اولا ديال التنبات افيك دي كولور. مثلا الا كانت اون كولور سومبر تندخلوا فيها دي بيرل بور ايغي ان بو لو موديل بحال لي مانش ما تبقاش دوك لي مانش واسعين كيوليو شي شويه ان مانش ان بو دي مانش ان بو سليم. لا كوب تتكون ايفازي من التحت بحال اون روب ولا بحال جوستمون بحال اون روب، من الفوق كتكون شويه بري دو كور ومن التحت واسعه. هذه لبسه دو بيس مخدومه سور دو لا سوا سور ان درا دو سوا دو بيس. اعتمدت فيها انا الخدمه شويه رجعت لور شويه مخزنيه فيها صنعه ديال المعلم، حيت بالنسبه ليا صنعه ديال الزواق المعلم تيبقى ان انتمبوريل تيبقى انديمودابل. لا كولور ملي كيكون لو تيسو اوني تقدر دير فيه كم طرز كم زواق المعلم كم جو فودي. درت فيها الضفيره على جوج ضفيره رقيقه على جوج والزواق ولا كوب بقات اون كوب بلوز او موا مودرن مع الكميمات مجموعين ولو بوست شويه مزير ان بو بري دو كور، ولكن كتبقى بالنسبه ليا انا طرز المعلم اللي تتبقى شي حاجه كانت قديمه وبقى على مود وما عمرها كتموت.